عاملين يا رب تكونوا كويسين. النهارده اخوكم معايا تورينو، راح اخد لفه هناك في البلد. هي حوالي ساعه بالقطر من هنا، القطر السريع، ساعتين بالقطر العادي. انا هاخد العادي عشان ايه احسن يعني. وبس اخوكم معايا. وعامه انا عايز اعمل كذا فيديو، عايز انزل على الاقل كل فيديو في الاسبوع، فبس مش عارف. فانت لو عندكم اي فيديوهات عايزين تشوفوها وكده هنا في ايطاليا، اكتبوا تحت في الكومنت وهعملها لكم ان شاء الله. وكالعاده انا اعتبر متاخر على القطر. القطر بالظبط هيجي الساعه 1، والساعه دلوقتي 12:30، وانا لسه طالع من البيت. فيا رب الحق القطر عشان لو ضاع اللي بعده بعد ساعه، فيا رب الحقه. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. Artlist IO. الحمد لله وصلنا في وقت ممتاز، فاضل بالظبط 5 دقايق على القطر، فالحق اجري بقى. Music licensing reimagined. I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about her when I sleep, like back when we were 17. الحمد لله بعد ساعتين سفر وصلنا تورينو، ودلوقتي صحيت لفه مره اطلع اعملها وانا واللفه بقى. واحد زي ما اللي عارف القطر الصراحه. في مشكله دلوقتي، انا مش لاقي صاحبتي، المحطه كبيره وما اعرفش فيها حاجه، عم نلف حوالين بعض. وعدت ساعتين من اخر وقت عملتها، لفينا رحنا بار وكنا عملنا، بس هي كانت مكسوفه فعشان كده ما عرفتش اصور، ولا عرفت اصورها عشان كانت مكسوفه. فعادي دلوقتي سبتها عشان هي وراها كورس راح تعمله. هاخد انا لفه في تورينو. Music licensing reimagined. شكلي توت عشان مش لاقي حتى القطر، وعمال الف. فانا بلف اي حاجه انا كده. بقول لكم قولوا لي ايه البلاد اللي نفسكم تشوفوها هنا في ايطاليا، وباذن الله ان شاء الله يعني اقدر اروحها واوريها لكم ان شاء الله على القناه. عرفوني في الكومنت تحت. وبعد مشي كتير وصلنا بياتسا كاستيلو اللي هي السنتر بتاع البلد يعني. هي حلوه الصراحه يعني، هو ده المكان بس شكلها جامد. ودلوقتي رايحين نخش الموزيو، المتحف الريالي، اسمه متحف ريالي هنا داخل. معرفش هي دي دخلته الصراحه ولا لا، ممكن تكون دي بتبان لما بلف التليفون، بس معلش هحب احاول اشيلها وبس. يا رب مش عارف الصراحه. بعدين الواحد ماشي وصلت مكان انا واقف. بصوا شكله جامد وحلو. هنكمل في الوش ونشوف ايه بعده. بس وصلت زي داخل المتحف من ورا، ما ينفعش اخش المتحف عشان ما جبتش تذكره اكيد، بس البيت ده شكله حلو الصراحه. شوفوا شكله عامل ازاي. وبعدين هنا ده اللي هو المتحف يعتبر، وبس احنا ممكن نجرب نمشي كده ونشوف ايه. Oh.
Checklist.io. Reimagined. المكان ده جامد. لو انت مثلا قعدت هنا وقدامك ده ما اعرفش هو ايه, بس والله قاعده جامده. شايفين انتوا الحوار ده؟ انا الجاكيت بتاعي بيضايقني ما بيطلع في الكاميرا على فكره, بس مش عارف امسك التليفون ازاي. تمام, بس القعده هنا بصراحه جامده. انا هقعد هنا شويه وبعدين نكمل الفيديو. دخلت في الفيلا بتاعت الكتب, كلها حاجات بتاع الكتب في الشوارع كده. تمام, يعني شايفين مثلا كلها محلات زي كده بتاع الكتب, بتاع كتب وبتاع, مش محلات يعني, حاجات في الشارع كده بتبقى كتب بس حلوة. على فكرة الحتة دي عجبتني جامد, واسعة, وعندك الحتة اللي ناحية فوق شكلها برضو حلو. ف البلد حلوة الصراحة. انا رجلي وجعتني فنمشي بقى على القطر, ندور على محطة القطر الاول فين, ندور عليها ونروح عشان انا رجلي وجعتني. الحمد لله وصلت المحطة بتاعت القطر, لسه فاضل كمان 10 دقايق على القطر. الصراحة جريت ورجلي اتفرتكت بالجزمة دي, فرتك الجسم, فرتك الرجل الصراحه. فبس كده وصلنا اخر اليوم, وصلت القطر, هيطلع كمان دقيقتين بالظبط, بس انا بحب اطلع قدام. وده نهايه الفيديو, يا رب يكون عجبكم, واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.